بقعد افكر في كل حاجه، بفكر في الدنيا وانا كنت فين وازاي بقيت فين وازاي ده عدى وازاي ده خلص وازاي ده حصل وانا ما كنتش متخيله يحصل وازاي انا هنا دلوقتي، وبفكر في حاجات كتير. كم مره اتنقلتي في مصر بعد ما اتجوزتي مجدي؟ كتير قوي. كتير يعني ده المره الكام؟ 1 2 3 4 5 ده البيت الخامس. انا اسف، انا لاحظت وانت بتتكلمي بتقولي وانا ما اعرفش هنا ايه وكان في ايه وكنا ايه وعشنا ايه، حسيت ان في شيء اشبه بالدموع. انا ما اعرفش ليه، غريبه والله، ما عايزه ادمع ولا انا غلطان؟ ده حقيقي، بس مش عايزه اركز في موضوع. بس ليه، انا عايز اعرف ليه الدموع وانت بس بتسرحي؟ لا انا بس عشان سرحت في الجمله دي تحديدا. لما بقى مثلا مروحه كده مثلا وعدي على بيت بابايا وحس ان كل حاجه خلصت، يعني في فتره في حياتي خلصت وحشت كل حاجه، قفلت خالص، حتى البيت ما بقاش موجود وكده. انت قلوقه يا غاده؟ مفكره فيها انت قلوقه؟ اول امبارح قلوقه جدا حبيبتي. ده مجرد انه في راجل معانا محترم في الانتاج. ما كنتش عايزه ازعل. لا ما يهمكيش، في راجل معانا في الانتاج زميلنا